وما عمري عرفت الثمن ديال الكوكوط تتزوجت وخلصتها بالدريطه، ومين كتخسر كان داع عند الميكانيسيان ديال الكوكوط حيت ما نقدرش نشري وحده اخرى. علاش؟ حيت غاليه. دابا مع مرجان كوكوط لا ماكوم 5.5 لتر غير ب 200 درهم، ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمان. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في برنامج اشنو قال زهرك اليوم. تبغيو تعرفوا اشنو غيقول زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. وغنبداو بك يا برج الجوزاء، ممكن تجري الرياح اليوم كما كتمنى، وما غاديش تتعرض وظيفتك ومصالحك للاخطار، وتخلص نفسك من المساءله على ماضيك، وما تنتظرش من الافراط من ساعات العمل الاضافيه الا الارهاق والتراجع في وضعك الصحي. وفي حياتك الخاصة هذا اليوم مهم بزاف، وممكن يحمل لك نجاح باهر، شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية. وانت يا برج الثور كيدعيك هذا اليوم الى عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم الامر بشأن بعض المشاريع والتقلبات الصحية اللي انت عرضة لها سببها اهمالك المتواصل وارهاق نفسك اكثر من طاقتك. وعاطفيا محاولات الشريك للتقرب منك المتواصلة غادي ينجح في ذلك، لكنك ما غاديش تقتنع باقتراحاته. وبرج الحمل اليوم كتعرف لقاءات مهمة على الصعيد العملي كيتحدد على أثاره مشاريعك للمرحلة المقبلة، وكتنافس عدد كبير من أفكار الزملاء غادي تستثمرها في مشاريع مستقبلية. كن على تواصل دائم مع الجمعيات اللي كتخصص يوم في الأسبوع لممارسة هواية المشي. وفي حياتك العاطفية بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا غيؤدي لتغيير جذري في حياتك العاطفية. وانت يا برج العذراء كيمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وغتستدعى من قبل أرباب العمل استشاراتك في حل مشاكل مستجدة. ممكن تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دين عالق ما غتقدرش تحله. أما عاطفيا ممكن تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، لكن عنادك غيؤدي للفشل كل الجهود اللي بذلتيها. وصلنا لك يا برج الأسد، غيطرأ تحسين على وضعك المهني، وغتتخلص من بعض العقبات اللي اعترضت خطواتك، وغتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة. وفي وسط الجهود اللي كتبذلها كتنسى حق صحتك عليك وكتقصر في الاهتمام بها. وفي حياتك الخاصة ممكن تبحث على علاقة جديدة، وما تخافش من أخذ المبادرة، فهي ممكن تبدأ بخطوة جريئة. وانت يا برج السرطان هذا اليوم ما توقعش عقود وما تحسمش في الامر، وحذر المتاعب والجدل مع بعض الزملاء اللي كينتظروا منك اي هفوه للانقضاض عليك. الاضطرابات الصحيه اللي ممكن تظهر فجاه لا بد من اخذها على محمل الجد. اما عاطفيا لقاءات ونقاشات مثيره، وخصوصا غادي تحديد مسار الامور مستقبليا، وعلى نحو غادي يضمن ليك والشريك حقوقكم الكامله. وبرج القوس خاصك تعرف كيف تحافظ على اسرار عملك وما تبوحش بها للاخرين، واستفد من الثقه اللي نلتيها من ارباب العمل، وتجنب مسايره اصحاب الراي القاتل، فان الترفيه وحده قادر على اراحه اعصابك. الرياضه ايضا كتساعد على ذلك. وفي حياتك الخاصه ما تهملش مشاعر الحبيب، وخصص له المزيد من الوقت قبل ما يقدم على قرار مصيري. وبرج العقرب كيحضرك هذا اليوم من اخطار ممكن تتعرض لها، فابتعد على المجازفات قدر الامكان، وتجنب قدر الامكان الخوض في نقاشات عميقه، وقلل من تناول الاطعمه الدسمه والغنيه بالدهنيات، وابتعد على المقالي قدر الامكان. وفي حياتك العاطفية كتسعد مفاجآت وبتغيير في حياتك، فكتشعر بالراحة العاطفية وكتعرف تطور رومانسي. والزهر اليوم كيقول لبرج الميزان، ممكن تفكر في مكسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب، وربما تنفذ أحد المشاريع اللي كتحلم بها، لكن كتعاني تراجع بسيط في المعنويات، وممكن ترفض المشاركة في أي نشاط بسبب افتقادك الحماسة. أما عاطفيا إنجازات متعددة كتعطيك دفع إضافي، وكتساعدك على تخطي العقبات اللي واجهتك سابقا مع الشريك. وانت يا برج الحوت ممكن يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وممكن تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث على الحقيقة. اندفاعك وحماسك كيدفعوك لطلب الآخرين من مشاركتك في ممارسة الرياضة، اقتناعا منك أنها خير علاج.
عاطفيا كتتلقى معاملة مغرية من الشريك وكتفكر في الأفضل وكتأجل النقاشات العميقة معاه وما تديرش المشاكل. وصلنا ليك يا برج الدلو، كتبان سعيد بلقاءات وتطورات وكتبدا جديد بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة الأولى وكتنجز عمل حلمتي به بعد ما وظفتي كل طاقتك من أجله. وما تخليش الهموم العائلية والمهنية تأثر سلبا على وضعك الصحي وخرج من محيطك الضيق. وفي حياتك الخاصة ما تكونش اتكالي وقوم أنت بالمبادرة تجاه الحبيب وبحث على الاستقرار وعلى علاقة تقدر تستمر بها. ونختموا بك يا برج الجدي، لازم تكون أكثر عقلانية في اتخاذ القرارات الحاسمة في العمل، وخصوصا أن الحساد كتار وانت من أصحاب القرار الصحي. مهم تقنع الكثيرين لاتخاذه لأنه غيعود عليهم بالنفع. وفي حياتك العاطفية خاصك تكون أكثر ثقة بقدراتك على تحقيق العلاقة المثالية اللي حلمتي بها. وصلنا لنهاية برنامج أشنو قال زهرك اليوم. تبغيو تعرفوا أشنو غيقول زهركم غدا؟ إيوا نتلاقاو في نفس الموعد على قناتكم شوف تيفي.